الصف التاسع، التعليم الأساسي، كتاب اللغة العربية، الوحدة التعليمية الثانية بعنوان القضايا الوطنية والقومية. سوف يغطي هذا التسجيل الدرس التاسع من الوحدة، وهو بعنوان مواطن من تشرين، وهو درس مطالعة، أي من الصفحات 101 حتى 104. تقديم مبادرة ضوء بصوت هيا مصطفى عقاد. نبدأ الدرس بنبذة عن حياة كوليت الخوري. كوليت الخوري عام 1937، هي أديبة سورية درست في بيروت وحصلت على إجازة في الأدب الفرنسي من جامعة دمشق. تتلمذت على يد جدها فارس الخوري. لها ديوان باللغة الفرنسية باسم 20 عاما، ومجموعة من الروايات منها أيام معه، ومجموعة قصصية منها أنا والمدى والأيام المضيئة، ومنها أخذت هذه القصة. نبدأ النص بالمقطع الأول. هناك وسط الصحراء الشاسعة كان يسير ببطء، وقد أحنت السنوات 70 ظهره، وحيد هزيل تعب. كان يبدو وكأنه قادم مما قبل التاريخ ليضيع في الصحراء الشاسعة، لكن خطواته ما كانت تدل على أنه تائه. وكيف يتوه وهو ابن هذه الصحراء؟ نشأ فيها وترعرع وفيها هرم، إنه يعرفها شبرا شبرا. لقد غادر خيمته منذ ساعة متجها إلى القرية المجاورة حيث يقيم ابن عمه، وبعد ساعة أخرى يصل إلى القرية الضائعة في الصحراء. يتوقف قليلا ليشرب جرعة ماء من قربته، يرفع وجهه إلى أعلى وبيده المعروقة يظلل عينيه ويحدق إلى الفضاء. منذ أيام والحياة تدب في السماء، هناك وسط الصحراء الشاسعة طائرات كالعصافير تطرز الجو، إنها الحرب. ويتنهد، طبعا هو يعرف أن البلاد في حرب. أما ذهب ابن جاره الشاب منذ أسبوع ليشترك فيها؟ وقفت النسوة ذاك اليوم يلوحن له، وعندما غاب عن الأبصار ارتفعت الهمهمات تدندن برعاية الله برعاية الله. لكن صبية قالت بأسى: من يدري متى سيعود؟ فصرخت الأم في وجهها: أغربي ولي، ادعي له كي يعود، ولا يهمنا متى. فتدخل بدوره وقال بصوته الكهل: فليكن الدعاء من أجل النصر يا نسوة، من أجل النصر. المقطع الثاني. الشمس محرقة، وهو ما يزال يحدق إلى الفضاء. سرب طائرات ينقض على الأفق، فيبدو كأنه سهام فضية انسابت مع أشعة الشمس. يحصي الطائرات واحدة واحدة، ينتظرها حتى تغيب ويتابع سيره، ثم يتوقف من جديد ليحصيها وهي عائدة. هكذا تعود في الصحراء أن يكتشف كل ما يعيش في الأعالي. سماء الصحراء يعرفها نجمة نجمة. غريبة حرب هذه الأيام، بالسيف كان المرء يحارب في الماضي، وكان هو يتقن استعمال السيف أيام الشباب. أما اليوم فالحرب تجري فوق في السماء، ولم يعد هناك فائدة من وجود أمثاله الذين يزحفون على البر، حتى لو كان هؤلاء يعرفون الصحراء شبرا شبرا. يتوقف فجأة ويحدق من جديد إلى الأعلى. كتلة نار في الجو تتحدى الشمس، طائرة وحيدة تحترق تدور وتهوي. ما هذه النقطة في البعيد؟ ويزم عينيه فتبدوان قطرتي تساؤل وسط التجاعيد السمر. النقطة تقترب، تكبر، تتوضح، يتوجه صوبها. مظلة كبيرة كبيرة تعلق بها إنسان تدنو من الأرض. يسرع الخطى،
غريبة والله حرب هذه الأيام، لكنه يتنبه من هذا الإنسان؟ عدو؟ ويشهق متحفزا، إذا سيقاتله، طبعا سيقاتله وسيقتله، ويمتلئ حماسة، ويدب الشباب في جسده العجوز، ويهرع صوب المظلة التي تدنو. من قال أن الحرب فقط في السماء؟ الحرب في هذه اللحظة على الأرض. صحيح، هو لا يملك سيفا، لكنه سيقاتل بالعصا. في الصحراء هو القوي، بل هو الأقوى، حتى لو كان لا يملك سوى عصا، وحتى لو كان عمره 100 سنة، الصحراء مملكته. المقطع الثالث. ويتدحرج الطيار على الرمال، وقد التفت عليه حبال المظلة، يركض العجوز صوبه، ينتصب فوق رأسه، يشهر عصاه، يتهيأ، ثم ينطق: أعلم بروحك يا شاب. يغمغم الطيار: سوري يا عم، سوري، انظر العلم. ويحملق العجوز في العلم الصغير الملصوق على الكم الغارق في الدم. يا ولدي، ينحني، يفك الشاب من الحبال، يمسح له الجرح بكوفيته ويساعده على النهوض، لكن الشاب يتأوه: يستحيل، يستحيل، ساقي، كتفي، وضلوعي، أكاد أختنق. يا ولدي، وتدور أفكاره بسرعة، كيف يسعف الشاب؟ جراحه تبدو خطيرة، يجب أن ينتقل إلى المدينة، لكن المدينة بعيدة بعيدة، هو عجوز سيموت إذا مشى حتى دمشق، هل ينقله إلى القرية المجاورة؟ لكن من يعالجه هناك؟ ويقول الطيار بجهد: اشتبكت مع عدة طائرات للعدو، أسقطت طائرة وأصبت أخرى، لكنني أصبت، وكان جهاز الإرسال عندي معطلا طوال الوقت، طوال الوقت. ويلهث وتتسارع أنفاسه وهو يتابع: أنا سعيد يا عم، أنا سعيد. ويغمى عليه. ينتفض العجوز: هذا الشاب سيموت إن لم يتم حمله إلى المستشفى. يموت؟ لا بالله، لن يدعه يموت. هذا النسر الذي يقاتل في الفضاء، من قال أن دمشق بعيدة؟ من قال أنه عجوز تقهره المسافات؟ المسافات تتعادل إذ ما عرف المرء الصحراء شبرا شبرا، وما لديه في القربة من ماء يكفي لترطيب الصدر الجريح حتى المدينة، أما هو فلن يشرب. وماذا بها لو عطش؟ لطالما عطش في الماضي، فهو ابن الصحراء، ولطالما مشى الساعات الطوال نحو جدول صاف. اطمئن يا ولدي، وشد حيلك. وبجهد يرفعه على كتفه: يا الله. ثم يحدق إلى الأفق، هناك وراء الأفق مدينة دمشق. يعرف الطريق إليها جيدا جيدا، فهو يعرف الصحراء شبرا شبرا، سيحارب المسافة والعطش والشيخوخة، وسيوصله إلى دمشق برعاية الله، برعاية الله. ويرتفع في ذاكرته صوت جارته: ادعي له كي يعود ولا يهم نامته. فيرفع وجهه صوب السماء ويكرر: فليكن الدعاء من أجل النصر يا نسوة، من أجل النصر. المقطع الرابع. هنالك وسط الصحراء الشاسعة وطوال 30 ساعة متتالية، كان عجوز هرم من بلادي، يسير حاملا على كتفيه نسرا من نسورنا الأبطال، سقط جريحا في أعماق الصحراء، وعد مفقودا منذ اختفى مع طائرته التي تعطل جهاز إرسالها، وعد مفقودا منذ اختفى مع طائرته التي تعطل جهاز إرسالها. وقابلته في بهو المستشفى في دمشق، وما استطعت أن أتحدث إليه، كنت خلال غشاوة الدمع أحدق إلى السنوات 70، وأنحني خشوعا للزمن الراسخ في تجاعيد وجه أسمر من بلادي. انتهى النص. مهارات القراءة:
القراءة الجهرية، اقرأ النص قراءة جهرية مراعيا التلوين الصوتي المناسب لكل من السرد والحوار. القراءة الصامتة، 1- ضع عنوانا آخرا للقصة. الجواب: بطل من بلادي. 2- اذكر الشخصيات الواردة في القصة. الجواب: الشخصيات الرئيسية هي الطيار سعيد والعجوز. الشخصيات الفرعية هي الأم والصبية. ننتقل الآن إلى الفهم والتحليل. 1- استعين بالمعجم على التعرف على معنى كل من الكلمتين المعروقة وهمهمات. الإجابة: كلمة المعروقة تعني عليها عرق الجسد، أي ما رشح من مسام الجلد من غدد خاصة. أما كلمة همهمات فهو صوت الصدر من الهم والحزن، وهو صوت الإنسان الخفي بالكلام. 2- استخرج الحوادث الرئيسية في القصة. الإجابة: سقوط طائرة الطيار سعيد في الصحراء، أيضا إقبال العجوز نحو الطيار جريح، وأخيرا حمل العجوز الطيار ونقله إلى المشفى في دمشق. 3- دارت حوادث القصة في إطار زمني ومكاني، أحدد كلا منهما. الإجابة: الإطار الزمني هو حرب تشرين التحريرية، أما الإطار المكاني فهو الصحراء. 4- رسمت الكاتبة صورة للرجل العجوز، أذكر صفاته الجسدية والنفسية. الإجابة: بالنسبة لصفاته الجسدية فهي عجوز هزيل، أحنت السنون 70 ظهره، أسمر اللون، مجعد الوجه. أما بالنسبة لصفاته النفسية فهي تعب وحيد قادم مما قبل التاريخ. 5- قارن العجوز بين الحرب قديما وحديثا، وضح ذلك وأبين النتيجة التي توصل إليها. الإجابة: الحرب قديما كانت بالسيف، كان المرء يحارب في الماضي. أما الحرب حديثا، الحرب تجري فوق في السماء. أما النتيجة التي توصل إليها فهي: لم يعد هناك فائدة من وجود أمثاله الذين يزحفون على البر، حتى لو كان هؤلاء يعرفون الصحراء شبرا شبرا. 6- أذكر المشكلة التي واجهت العجوز في الصحراء، ثم أبين القرار الذي توصل إليها لحلها. الإجابة: المشكلة هي كيف يسعف الشاب؟ جراحه تبدو خطيرة، يجب أن ينقل إلى المدينة، لكن المدينة بعيدة بعيدة، وهو عجوز سيموت إذا مشى حتى دمشق. أما بالنسبة إلى القرار الذي توصل إليه لحلها فهو: لن يدعه يموت وسينقله إلى دمشق، وما لديه في القربة من ماء يكفي لترطيب الصدر الجريح حتى المدينة، أما هو فلن يشرب. 7- بدت العوائق كثيرة في وجه تحقيق ما أراده العجوز، أذكر تلك العوائق. الجواب: بعد مدينة دمشق وكبر سنه. 8- امتزج فرح الكاتبة بدموعها في المقطع الرابع، أبين سبب ذلك. الإجابة: رؤية العجوز في بهو المستشفى في دمشق. 9- جسدت أفعال الرجل العجوز قيما متعددة، أسمي واحدة منها ثم أحدد موطنها. الإجابة: القيمة هي الانتماء للوطن والدفاع عنه. وموطنها: صحيح هو لا يملك سيفا، لكنه سيقاتل بالعصا.
10 يمثل كل من الجندي المقاوم في تشرين والرجل المسن صورة حقيقية لحب السوريين لأرضهم وإخلاصهم لتربتها. أوضح ذلك بأمثلة مناسبة مما ورد في القصة السابقة. الإجابة: صورة العجوز. عندما رأى مظلة تهبط من السماء فانطلق ليتأكد من هوية من فيها وقراره أن يقتله إن كان عدواً. أما صورة الجندي الذي قاتل لآخر لحظة من أجل وطنه، بين قوسين: اشتبكت مع عدة طائرات للعدو، أسقطت طائرة وأصبت وأصبت الأخرى. 11 تبقى التضحيات التي سطرت سفراً من ملاحم البطولة على أرض الجولان مصدر إلهام لاستمرارية المقاومة والتأكيد على الانتماء للوطن. أكتب مقالة أبين فيها ارتباط السوريين بأرض الجولان مبرزاً إصرارهم على تحريرها مهما تكثرت التضحيات، مستفيداً من مضمون القولين الآتيين. أولاً قال زكي قنصل: جولان يا بنت عم الشمس يحملني، شوق لوجهك ما أطفئه يتقد. ثانيا قال عبد الرحمن حيدر: هنا الجولان إعصار ونار وبحر يملأ الدنيا اصطخابا، لنا الجولان نزرعه ضحايا ونملأ أرضه أسدا غضابا. إذن الإجابة: إن الأرض تمثل للإنسان الحضن الدافئ الذي لا يشعر فيه إلا بالحنان والراحة، ولذلك فإنه يبذل الغالي والرخيص ليبقى طاهرا مصانا من دنس المستعمر. ولعل السوريين من أكثر الناس ارتباطا بأرضه ووطنه، فالوطن يعيش في داخله. وعندما حصلت النكسة واحتل الجولان، من فك الشعب السوري عموما والجولانيون على وجه الخصوص يبذلون الغالي والرخيص لاسترداده، فقامت الثورات فيه ونددوا بالاحتلال ورفضوا الهوية الإسرائيلية وتمسكوا بالهوية السورية. ولم يقتصر النضال على الجانب العسكري، بل شارك الأدباء بأدبهم وشعرهم، فقد شغلت الجولان أرضا وشعبا وثقافة أدباءنا المبدعين منذ زمان طويل هاموا بطبيعتها وبحضارتها وبآثارها وبشموخ جبالها. فها هو عبد الرحمن حيدر يعبر عن غضب الجولانيين من الصهاينة ويصف ثورتهم بالإعصار الهادر والبركان الثائر ويقول: هنا الجولان إعصار ونار وبحر يملأ الدنيا اصطخابا، لنا الجولان نزرعه ضحايا ونملأ أرضه أسدا غضابا. ولم يكن حيدر وحيدا في هذا المجال، بل شاركه الشاعر زكي قنصل في حب جولان، فهي له المحبوبة التي لا ينتهي حبها، بل إن شوقه لها في ازدياد باستمرار. وهذا ما عبر عنه بقوله: جولان يا بنت عم الشمس يحملني، شوق لوجهك ما أطفئه يتقد. وهكذا نجد أن الجولان ليست مجرد أرض محتلة، بل إنها القضية والحب والانتماء. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس.